افتتح معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وهيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتستمر فعاليته حتى 16 من شهر أكتوبر الجاري. وأكد معالي وزير الخارجية في كلمته أن مملكة البحرين وضعت الارتقاء بالإنسان وحمايته من كل ما من شأنه أن يمس كرامته على سلم أولوياتها، مسترشدة في ذلك بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، باحترام قيم التعايش السلمي والاحترام المتبادل وصون كرامة الإنسان دون تمييز، مشيرا إلى أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء حفظه الله، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قد انتهجت هذه التوجيهات بكل كفاءة واقتدار، مما أهل مملكة البحرين أن تكون ضمن دول المقدمة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتصنيفها للعام الثاني على التوالي في الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، لتكون الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتبوأ هذه المرتبة. وأشار معالي وزير الخارجية إلى البرامج والمبادرات التي أنجزتها مملكة البحرين، ومن أبرزها برنامج الإحالة الوطني ومركز إيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص والتصريح المرن واستضافة مركز التدريب الإقليمي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي سيتم إطلاقه بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأعرب معالي وزير الخارجية عن شكره لسعادة السيد أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص على ما يبذله من جهود دؤوبة ومتميزة في هذا المجال، متمنيا للمنتدى النجاح في التوصل إلى حلول لمكافحة كافة أوجه الاتجار بالأشخاص وطرح المبادرات التي تساهم في دعم ضحايا الاتجار بالأشخاص وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ودمجهم مرة أخرى في المجتمع. لطالما وضعت مملكة البحرين الارتقاء بالإنسان وحمايته من كل ما من شأنه أن يمس كرامته على سلم أولوياته. حماية الإنسان والارتقاء به هو الهاجس الذي وضعت له مملكة البحرين حزمة من المبادرات العملية التي بإمكانها أن تصون حقوقه وتدفع به نحو التنمية. المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط الذي احتضنته المملكة بحضور عربي ودولي متخصص وبمشاركة كبار المسؤولين بالمملكة جاء مسترشدا بتوجيهات صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى باحترام قيم التعايش السلمي وإجلال كرامة الإنسان دون تمييز بين دين أو طائفة أو لون أو جنس أو عرق. التطور الكبير الذي حصل في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في مملكة البحرين والتقدير العالمي الذي حصلنا عليه يضع على عاتقنا مسؤولية إنسانية أن نحتضن هذه الجهود في مملكتنا وعلى أرضنا الطيبة لكي نتمكن من تنسيق جهود المنطقة وتقريب وجهات النظر وتبادل أحسن الخبرات والممارسات سواء التي لدينا لجيراننا أو التي لدى جيراننا لنستفيد نحن منها. البحرين كان لها دور مهم جدا في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص. مركز الإيواء بيقدم استشارة طبية، استشارات نفسية، بيقدم طبعا نوع من استشارات قانونية برضو في نفس الوقت، وبيقدم دور حماية متكامل اللي حقيقي يستخدم كنموذج مش مجرد للمنطقة لكن يعتبر نموذج دولي. مبادئ رسختها البحرين عبر جهودها الخدمية والقانونية والأخلاقية وأرستها
لا سيما على نطاق مجتمع الوافدين لديها، مما لفت أنظار جميع المؤسسات والمنظمات المعنية. وجود هذه الآليات التي فعلتها البحرين ما هي تجربة ناجحة يمكن نقلها إلى دول عديدة. كل ده بيجي تحت إطار أهداف التنمية المستدامة كما سمعنا اليوم، وهو بالذات الهدف الخاص بالانتهاء من موضوع الاتجار بالبشر حتى لا يتم ترك أحد يتخلف عن ركب التنمية. نعمل بجانب هيئة تنظيم سوق العمل وبجانب اللجنة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وندعم كل ما يقومون به من ناحية التدريب، من ناحية تعزيز الوعي وزيادة الثقافة. منتدى يأتي محلقا في وجه تحديات تستدعي تكاتفا جماعيا، إذ يشكل فرصة لتكامل جهود المنطقة وسانحة لتبادل الأفكار والخبرات بين الدول الإقليمية والعالمية. منذ أن تنام الاستشعار بمغبة هذه الظاهرة، بدأت الدول العربية والمنظمات الأهلية بدق ناقوس الخطر، وكانت المنامة سباقة في احتواء هذه المشكلة، فوضعت الأفكار والرؤى من أجل تقليص فجوات هذه الآفة التي تنتهك الإنسان والإنسانية. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.